والكلى كعضو هي بحالها تتحط في الكف وتتلف في منديل وما تجيش كيلو جرام يمكن، ومع كده إذا توقفت هذه الكلى عن العمل يموت المريض في ظرف أيام. يموت ليه؟ يجيله تسمم. ليه؟ لأن وظيفة هذه الكلى الصغيرة تنقية الدم باستمرار من الفضلات. القلب بيضخ 7000 لتر يوميا، لتر دم، 7000 لتر دم يعني حوالي 36 برميل دم يضخها في الجسم. ربع هذه الكمية يعني حوالي 1800 لتر لازم تعدي على الكلى. يعني القلب بيضخ 36 برميل دم في الجسم، ربع الكمية دي 1800 لتر يعني 9 براميل دم تعدي على الكلى، والكلى تنقي الدم وتطلع فضلات من 9 براميل دول اللي ماشيين في الكلى، يطلع حوالي لتر واحد من البول اللي هي دي الفضلات. لو توقفت الكلى عن العمل معناها تتراكم الفضلات في الدم، معناها يحصل تسمم دموي، معناها ان المريض يموت غرقان في فضلاته.